السلام عليكم، معاكم عبد الله المصري. اليوم بتكلم عن موضوع مهم. وايد ناس يقولون انا ما عندي وقت اروح النادي، انا ما عندي وقت اقرا، انا ما عندي وقت اسوي كذي. يوم بحثت بهالموضوع وطالعت بمعظم الناس اللي اختصاصهم بتنظيم الوقت شنو يقولون. يقولون إذا أول شيء أنت إذا تبي تفكر، فكر على ورقة، يجيب ورقة وقلم واكتب شنو أنت تبي تسوي. شغلة ثانية يقول 10% من التخطيط يعطيك 90% من العمل. يعني إذا أنا مثلا عندي أسبوع الجاي مثلا عندي نادي، عندي زوارة معينة، عندي شغلة أبي أقضيها، أكون طبعا مأجلها، هني أنا شنو أسوي؟ أجيب ورقة وقلم أكتب، أخطط حق يوم أو أخطط حق أسبوع، يعتمد عليك أنت وشنو تفضل. في ناس تحب تخطط بشكل يومي، في ناس تحب تخطط بشكل أسبوعي. أمانة أنا أخلط بين البينين، لكن أكثر شيء أنا أسوي أخطط بشكل يومي. أول ما أقوم من النوم من الصبح أكون كاتب الشغلات اللي أنا أبي أسويها خلال يومي، هني شوي شوي أبدي أخلص، أحطك واحدة ثنتين ثلاث أربع. الشغلة الثانية اللي المهم إحنا نعرف إحنا قاعد نقضي وقتنا بشنو. دكتور آدم ألتر يقول احنا باليوم الواحد نقضي 4 ساعات نطالع تليفوناتنا او نطالع المونيتورز. 4 ساعات هذه وايد، فوق 120 ساعة بالشهر احنا قاعد نطالع تليفوننا. وايد احنا قاعد نطالع تليفوناتنا. الشغلة الثانية، الواحد المفروض كتنظيم وقت يطور مهاراته. شلون يطور مهاراته؟ يعني فرضا اذا كان قاعد يسوي شغله مثلا عنده بالدوام، هل يقدر يسويها اوتوميتد، يسويها يعني عن طريق برنامج، او هل ان الشغله اللي قاعد يسويها يقدر يخلي احد ثاني يساعده فيه؟ ممكن هني انا اوفر وقت. لورا فاندر كان عالمة باحثة قاعد تدور شلون الواحد يقدر يكون عنده وقت وايد. شنو تقول؟ تقول احنا ما نبني بحياتنا ان نوفر وقت، لا، احنا نسوي اللي احنا نبيه والوقت نفسه بنفسه يوفر عليه. زين، شلون الوقت يوفر نفسه بنفسه؟ هني سؤال. سوى دراسة على مجموعة من النساء اللي وايد مشغولين وعندهم بزنسز وتربية عيال واتيفر. تقول يوم الايام حاشتها قصة ان عندها واحدة من المدراء رجعت البيت، طبعا رجعت من عملها، ردت البيت لقيت خزان الماي ببيتها خربان وطافح الماي ووزع خرب الاثاث اللي موجود فيه. فتقول على مدى 3 ايام هي قضت 7 ساعات بهالثلاث ايام انها تنظف وتعدل وتشيل وتحط، مع ان راحت الدوام وقدرت تربي عيالها، قدرت تسوي شغلها. هني تقول ان شلون وفرت ال7 ساعات هذه؟ يعني لما انا اروح حق اي شخص، تقدر 7 ساعات بالاسبوع تتمرن، او تقدر 7 ساعات بالاسبوع تسوي رياضه، او تقدر 7 ساعات بالاسبوع تحضر كورس تدريب، يقول لك لا انا مشغول انا ما اقدر. الحكي انه الوقت احنا شنو نحط فيه هو يتوفر لنا. لما يقول انا ما عندي وقت، يعني انا ما ابي اسوي هالشيء، او انا ما عندي وقت يعني هذه الشغله مو ضروريه. التعامل مع الوقت هو شلون احنا ننظم اولوياتنا، نفس سخان الماي اللي انفجر عند هذه المسكينه وشلون هي تعاملت مع الوقت، او شلون رتبت اولوياتها. هني احنا نحط اولوياتنا بالوقت، ذيك الساعه احنا نعرف شلون نتحكم. حسبة بسيطة، احنا عندنا 168 ساعة بالاسبوع. اذا نمنا 8 ساعات، اذا نمنا 8 ساعات باليوم يعني 56 ساعة. اذا اشتغلنا 8 ساعات 5 ايام بالاسبوع هذه 40 ساعة. اذا قعدنا مع اهلنا 3 ساعات باليوم خلال اسبوع كامل هذه 21 ساعة. اذا سقنا السيارة 2 ساعات باليوم هذه 14 ساعة، يبقى لنا 37 ساعة ما عندنا فيهم ولا شيء. شنو نقدر نسوي بهال 37 ساعة؟ انت من يحدد. يعطيك العافية.